بيكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا مع بعض. احنا من دلوقتي ولمده ساعه باذن الله بوصفات لذيذه جدا جدا جدا، واولها وصفه كده مميزه ومختلفه عن اللي احنا متعودين دايما ناكلها، وهي مكرونه بس هنعملها بنكهه مكسيكي. فطبعا الاضافات بقى هتبقى مختلفه، فاصوليا حمراء توابل مختلفة. فيلا بينا نشوف ازاي هنعمل مع بعض المكرونة بالنكهة المكسيكية. عايزين كيس مكرونة مسلوق، ممكن نستخدم السباجيتي. عايزين بصلة، نص كيلو لحمة مفرومة، 2 طماطم معصورة، 3 معالق كبيرة صلصة طماطم، 1 علبة فاصوليا حمراء، 2 فص ثوم، 1 فلفل حراق، 1 معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة زعتر، معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، 2 كوب جبنة تشيدر للوش، و3 معالق كبيرة زيت وملح وفلفل. طيب هناخد دلوقتي بس شوية زيت كده نحطهم هنا، وهنبتدي نعصج اللحمة. اوريدي عندنا متعصجة، فإحنا بدل ما نحط واحدة جديدة هنحط بس اللحمة دي ونكمل عليها. يعني بصل، تقليبتين البصل كده مع الزيت، وبعدين حطينا اللحمة المفرومة زي ما انتوا شايفين كده. يعني هنا عندنا ايه؟ عندنا زيت، بصلة متقلبة شوية في الزيت، وبعدين حطينا عليها اللحمة المفرومة. طيب عندنا هنا الفاصوليا الحمراء. طبعا الفاصوليا الحمراء احنا جايبين العلب، فالعلب بتيجي اوريدي مسلوقه ومستويه، فمش هتاخد مننا وقت. لو هتجيبوا اللي هي الحبوب مش مسلوق مش في علب يعني، يبقى لازم ننقعها قبل الاستعمال بيوم في شويه ميه مع شويه بيكنج صودا صغيرين، وتاني يوم بنصفيها وبنغسلها من ميه البيكنج صودا وبنسلقها زي ما بنسلق الفاصوليا البيضاء عادي. تمام. طيب هناخد دلوقتي بس شويه ثوم، وهنقلبهم مع بعض. عندنا بقى هنا بقيه المكونات اللي هنستعملها. فلفل حراق بيدي طعم لذيذ قوي للاكل المكسيكي، وهم اصلا بيستعملوا كتير الفلفل الحراق والهالبينو والكلام ده كله. هناخد دلوقتي صلصة الطماطم اللي عندنا وهنحطها هنا مع الصلصة العادية، وهنحطها برضو هنا. هنبتدي بقى نحط التوابل بتاعتنا. عندنا شوية ملح وشوية فلفل، أهم حاجة شوية ملح شوية فلفل، والمكونات التانية. يعني مثلا عندنا هنا الزعتر، حسيتوه قليل زودوا، الكمون حسيتوه قليل زودوا. يعني كل حاجة أسفة، أي حاجة بتحسوا إن هي قليلة في الطعم زودوها لغاية ما تناسب التذوق عندكم. كزبرة ناشفة كده تمام. هنحط بس دلوقتي الفاصوليا الحمراء، وكده نبقى إحنا جهزنا الصوص بتاعة المكرونة بتاعتنا. ناخد بقى الفاصوليا الحمراء ونحطها هنا. الفاصوليا الحمراء زي ما قلنا بتيجي علب، انا بحب اطلعها من العلبه او بخليها في العلبه، بشيل الميه منها وبحط لها ميه من الحنفيه، بغسلها يعني فيها وبرجع اصفيها تاني من الميه اللي انا حطيتها. تمام كده. طيب عندكم بقى حل من الاثنين. دلوقتي بس هجيب شوية مية ممكن نحط كمان شوية صلصة خليها تبقى حمرة كده وجميلة كده تمام كده. يعني تقلوا برضو الصوص لو عايزينها صلصة زيادة، مفيش حاجة يعني حكمانة. هنحط بقى دلوقتي شوية مية، هسيبها تتسبك على النار تقريبا ربع ساعة على نار وسط، خلي كده النكهات كلها تطلع، وبعدين ندوقها بعد ما تبتدي تغلي. بعد ما تبتدي تغلي نبتدي ندوقها ونشوف. حابين بقى نزود شوية كمون، حابين نزود كزبرة، نعدل الملح، الكلام ده كله بس بعد ما تبتدي تغلي علشان أتأكد إن كل المكونات طلعت نكهاتها.
تمام. خلاص انا هسيبها بقى على النار دلوقتي كده ربع ساعه. وعندنا طريقتين يا جماعه ممكن نقدم بيها المكرونه بتاعتنا، يا اما بنقلبها كده مع بنقلب المكرونه مع الخلطه دي وبنحطها في طبق وبنحط عليها الجبنه، او بنقلبها مع بعض وبنحطها كلها في بايركس وبنحط الجبنه كلها على الوش وندخلها الفرن. وهو ده الصراحه اللي انا مياله اكتر ان احنا نعمله، بس بعد الفاصل ان شاء الله. فهنطلع دلوقتي الفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم وصفتنا دي ونبتدي في وصفتنا الجديده. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا هنخلي اللحمه بتاعتنا زي ما اتفقنا بس على النار كده شويه، وبعدين هندخلها هنخلطها مع المكرونه وندخلها الفرن زي ما اتفقنا. طيب دلوقتي هنعمل وصفتنا التانيه للنهارده، وهي دوناتس بحشوه الكاسترد. الوصفه بتاعتنا لذيذه قوي، هيحبوها الكبار والصغيرين. عشان نعملها عايزين نص كيلو دقيق، تلت كوبايه سكر، 100 جرام زبده طريه، 2 بيض، 1 معلقه كبيره خميره، رشه ملح وماء للعجن وزيت للقلي. للوش بقى ممكن نحط صوص كراميل وصوص شوكولاته، والحشوه عندنا كاسترد. الكاسترد، خلينا الاول نعمل العجينه بتاعتنا. العجينه بتاعتنا عشان نعملها عايزين الأداة بتاعة العجين، لأن إحنا مش بنعمل كوكيز، إحنا بنعمل عجين. ده للكوكيز وده للعجين. يلا بينا. هناخد أول حاجة المكونات الجافة اللي عندنا. عندنا الدقيق، وعندنا السكر، عندنا تلت كوباية سكر. خليني أشيل الجبنة من هنا علشان ما تشوش تفكيرنا. عندنا الخميرة، وعندنا رشة من الملح. هنخلط الكلام ده كله مع بعضه، وبعدين نبتدي نحط المية. الأول هنحط البيض والمية. هخلي الزبدة آخر حاجة، لو تلاحظوا ما حطناش الزبدة إحنا خالص. هنقلب الكلام ده، بعدين دلوقتي هنحط البيض وهنحط المية بالتدريج كده شوية شوية، ونبتدي نقلب نخلط. شوية شوية كده لغاية ما العجينة عندنا تلم وتبقى مش محتاجة سائل. تمام، العجينة عندي كده لمت وممتازة اهي. هنعمل ايه بقى دلوقتي بعد ما العجينة بتاعتنا لمت كده؟ هنبتدي ننزل بالزبدة بتاعتنا، يعني حتتين بحتتين كده، شايفين اهي. تمام، بعد بقى ما العجينة بتاعتنا أخدت كل المكونات اللي احنا حطيناها والزبدة اختفت في العجين، بنسيب العجينة بتاعتنا تخمر لمدة تقريبا ساعة. بعد الساعة دي بناخد العجينة وبنبتدي نشتغل فيها. هنعمل ايه؟ هناخد قطعة كده من العجين وهنفردها. نجيب المشابة ونفرد العجينة بتاعتنا. أنا هفرد بس حتة صغيرة كده،
عشان بس اوريكو ازاي بنعملها. هنفرد كده الحتة دي يدوب بالسمك ده كده زي ما انتوا شايفين كده ممتاز اهي. هنجيب دلوقتي القطاعة بتاعتنا وهنقطع العجين بتاعنا بالشكل ده. لازم نسيبها كمان مرة تخمر. بصوا السمك هو ده السمك اللي احنا عايزينه، طبعا اللي فضل ده بنرجع نعجنه مع العجينة التانية وبنفرده تاني. ده السمك اللي احنا عايزينه شايفين. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد العجينة بتاعتنا هنحطها مكانها كده زي ما هي. ممكن نحطها على ورق زبدة، بنجيب ورق زبدة او ورق شمع مش مشكلة، وبنجيب المقص بصوا هنعمل ايه. ليه بنعمل الخطوة دي؟ عشان خاطر الدونتس بتاعنا لما يخمر للمرة التانية ونيجي نشيله ما نغيرش من شكله، وبالتالي كمان نطلع الهواء منه مكان ما هنمسكه. فأحسن حاجة عشان خاطر نتفادى الموضوع ده ان احنا بناخد كده شايفين اهي كده بالشكل ده، ونحط عليه الدوناتس بتاعنا كده كده زي ما هو، ونغطيه كله ونسيبه كمان نص ساعة. يبقى احنا كده سبناه مرتين يختمر، اول مرة في البولة وتاني مرة اللي هي على ورق الزبدة او ورق الشمع. طيب هنعمل ايه دلوقتي بعد ما بيختمر؟ طبعا هو ده لسه ملحقش يختمر، بس احنا هوريكم كده في السريع. بعد ما بيختمر تعالى ناخد ده اهو، احنا حاطينه مجهزينه علشان يختمر بورق الشمع وكله. هناخد الورقة بتاعتنا بالدوناتس، طبعا لما يختمر هيلزق بزيادة كمان في الورق. فهنعمل ايه؟ هناخد هذا الشيء ونحط الدوناتس اللي هيخمر بتاعنا يختمر بالورقة في الزيت كده. اول ما نحطه في الزيت ايه اللي هيحصل؟ هتلاقوه فصل عن الورقة. اول ما نحطه بالزيت بالورقة بتاعته هتلاقوه فصل عن الورقة، ساعتها بناخد الورقة وبنرميها كده زي ما انتم شايفين اهي، ساعتها بناخدها وبنرميها. المهم هنخلي الدوناتس بتاعنا كده ونبتدي نقليه على نار متوسطة. يا جماعة الدوناتس ما بيتقليش على نار عالية، لو اتقلى على نار عالية هتلاقوه من بره بقى لونه جميل واستوى، ومن جوه زي ما هو ني. شوفوا ازاي ابتدت تنفش ما شاء الله اهي، نار وسط اهي. بصوا تخنت ازاي، شوفوا تخنت ازاي. خلاص هنخليها بقى كده شوية لغاية ما نبقى على نار وسط. يا جماعة أهم حاجة النار وسط، هنخليها بقى كده لغاية ما ناخد اللون اللي احنا عايزينه من بره، وبنطلعها بنشيلها وبتبقى هي كده تمام التمام. خلينا بقى دلوقتي أنا هكمل كده تقليب فيها علشان تاخد نفس اللون، وهنطلع دلوقتي الفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. خلينا بقى دلوقتي نحط الاول المكرونه بتاعتنا في الفرن قبل ما نحشي الدوناتس بتاعنا بالكاسترد. طيب هناخد كده المكرونه، على فكره طعم اللحمه طلع خطير 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 بجد، لذيذ قوي. يلا خلينا نجيب البايركس بتاعنا ونحط المكرونه فيه. الريحة بتشهي يا جماعة. هناخد بقى الجبنة بتاعتنا ونحطها على الوش.
قبل بقى التقديم كده بنروح حاطينها في الفرن علشان الجبنة تسيح، وممكن كمان لو تحبوا نحط جزء من الجبنة جوه مع المكرونة. طبعا الجبنة اللي بتستعمل دايما في الأكل المكسيكي بتبقى هي الجبنة التشيدر باللونين، وكمان في نوع اسمه يعني أكتر أنواع جبنة، يعني في طبعا أنواع تانية بس دول أكتر حاجة، المونتري جاك برضو هي من الجبن بنفس أسعار التشيدر والحاجات دي، بتبقى برضو بتستعمل كتير جدا في الأكل المكسيكي. طيب هنشيل دي من هنا وده. عندنا هنا بقى يا جماعة الكاستر. الكاسترد عندكم حاجة من الاتنين، يا إما بتخليني أشيل ده عشان الجبنة، يا إما بتحطوا كاسترد باودر على زي ما بيتعمل جاهز على النار وبنجهزه بالباودر، أو بتعملوه زي ما أنا عاملاه قبل كده اللي هو الكريم باتيسيير اللي هو بيبقى نشا وصفار بيض وحليب وسكر وفانيلا وبس بيتحطوا على النار وبنفضل وفانيلا طبعا قلنا نقلبهم لغايه ما بيتخنوا. فعندكم الطريقه دي او الطريقه دي. خلينا نجيب السكينه ونشوف. حطيت انا الكاستر طبعا بعد ما برد في كيس الحلواني. هناخد دلوقتي الدوناتس بتاعنا وهنحط فيه الكاسترد، بنحاول نحطه كده هنا وهناك علشان ينتشر جوه. خلينا بقى دلوقتي نشوف ده كده، لما لازم نشيل بس الجزء، لو في جزء زاد كده طلع من كيس الحلواني بنشيله بس كده. تعالوا دلوقتي نفتحه ونشوف هيبقى عامل ازاي من جوه. يلا بينا نفتحه. تعالوا شوفوا اولا طري ازاي، بصوا الطراوة اهو. ده الكاستر جوه، طلع في ايديا كمان طلع في ايدي وطعمه رهيب. مخيف جدا طري. الوش بقى زي ما انتوا عايزين، زي ما اتفقنا. سكر بودرة ممكن نغطسه في شوكولاتة، ممكن نسيبه زي ما هو، زي ما انتوا عايزين. يلا بينا نحط له شوية حاجات ان شاء الله تخلي الطعم اروع واروع. كده انا بس هعمل معاكم كده اتنين كده والباقي انا بكمله. ودلوقتي خلينا نعمل مع بعض سلطة لذيذة جدا صحية وطعمها لطيف قوي قوي قوي، وفيها مكونات كده لذيذة. يعني اسمعوا سلطة مختلفة مختلفة بجد. يعني هحط عليها على الوش كده توبينج، التوبينج خطير. خليني اقول لكم هنعمل ازاي السلطة المميزة جدا بتاعتنا. يلا اول حاجه هي سلطه بنجر بالبرتقال. هنعملها ازاي؟ عايزين بنجر مسلوق 2 تقريبا، سبانخ 150 جرام، برتقاله، كوب ذره، كوب مشروم، وللوش بقى شوفوا بقى الوش وجماله. عايزين نص كوبايه بندق محمص ومجروش، ربع كوبايه بانكو او توست محمص وهنتكلم دلوقتي هقول لكم عليه، ربع كوبايه جبنه بارميجان لو ما فيش بارميجان استعملوا الرومي، نص كوب كرانبيري، الصلصة 2 فص ثوم مفروم، معلقة صغيرة ماسترد، معلقة كبيرة عسل، ربع كوباية خل بلسمك، تلت كوباية زيت زيتون، 2 معلقة كبيرة ليمون وملح وفلفل. طيب تعالوا نشوف مع بعض ايه الأخبار. البانكو، البانكو هو زي ما نقول بقسماط آسيوي،
اللي بيفرقوا عن البقسماط، تعالوا شوفوا ده، اللي بيفرقوا عن البقسماط ان هو بيبقى اخشن، يعني مش ناعم قوي زي البقسماط كده، وما بيبقاش لونه غامق زي البقسماط. النتيجه بتبقى ايه بقى في الفرق بين البقسماط وبين ده؟ ده قرشته اكتر، يعني لما بتيجوا تقطموا كده يعني بتسمعوا صوت القرشه كده جميل ولذيذ، اللون بيبقى احلى لان ده اصلا ابيض، فلما بحطه على النار بيبقى لونه ذهبي. البقسماط بيبقى اوريدي في واخد نسبه من التحميص، فلما بنحطه على النار بيبقى اغمق، فده اللي بيفرق البانكو عن البقسماط. طب حد يقول لي يا غاده ما عندناش بانكو، مفيش حد بيبيع بانكو حوالينا. هو موجود بس طبعا وارد ما يكونش موجود في السوبر ماركت جنبيكو او كده. هنعمل ايه؟ بنجيب التوست، التوست بتاعنا العادي، بنقطع الاطراف وبناخد مثلا 2 توست مثلا او 3، وبعد ما بنشيل الاطراف بنحطهم في يا اما في الكبه يا اما في الخلاط، هتلاقوه بقى زي ده بالظبط. حطوه بس في الفرن كده دقايق لغايه ما ينشف من غير ما يتغير لونه قوي يعني، وكده بقى عندنا بديل البانكو. طيب اول حاجه هنعملها علشان نعمل التوبينج بتاعنا، عندنا هنا البندق، البندق عندنا نص كوبايه صح، البندق للوجه نص كوب بندق محمص مجروش اهو، ده كده كفايه. عندنا البانكو، البانكو عندنا ربع كوبايه بانكو نحطه كده هنا، وعندنا الكران، كان لازم حطينا الكرانبيري الاول، يلا مش مشكلة على الكرانبيري هنحطه كمان، بيدي طعم رهيب حلو جدا. ادي الكرانبيري، وعندنا الجبنة البارميجان اهي، هي اوريدي مبشورة بس مش ايه، ده كده مع شوية ملح، ده كده التوبينج يا جماعة الرهيب بتاعنا، رهيب بمعنى رهيب. اوكي خلاص، انا مش عايزاه يبقى بودره، يعني عايزاه يعني كل حاجه تبقى مجروشه، يعني الكرانبيري يبقى حتت، البارميجان اوريدي عندنا ناعمه، يعني البندق يبقى مجروش مش مطحون، عشان كده احنا قلنا نعمله في محضره الطعام مش في الكب، مش في المطحنه اللي بتنعم على الاخر دي، انا عايزاه احس بطعمه. طيب احنا هنسيب بقى الكلام ده على جنب، ودلوقتي مفروض ان احنا نعمل الصوص بتاعتنا. خلينا نجيب بوله، ونبتدي نحط الحاجات بتاعتنا. عندنا الاتي، عندنا الثوم، خلينا نبص لنا بصة على الفرن مع بعض. او لا لا او لا لا او خطيرة وبتبكبك، شايفين شايفين الجمال، الصوص الصوص تحفة تحفة. خليها جوه شوية، هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا، بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، يلا بينا نعمل الصوص مع بعض. حطينا هنا الثوم، وهنحط دلوقتي خل البلسمك، وعندنا العسل والماسترد، ادي العسل، وادي الماسترد، وفي كمان ليمون عندنا، ادي خلينا نجيب معلقه، وادي الليمون، ناقص بقى ايه؟ زيت الزيتون، اخر حاجه زيت الزيتون، شويه ملح، شويه بس مش كتير، بس احنا لاننا كمان حاطين عسل فلازم تخلوا بالكم. هنقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضه،
خلاص العسل داب وكله تمام التمام، نبتدي بقى ننزل دلوقتي بزيت الزيتون شوية 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 واحنا بنقلب عشان ما يفصلش مننا. على فكرة في اللي برتقان احنا عاملينه حزوز كده، فضل شايفة شوية مية برتقان، انا عصير برتقان نزلت في الطبق هحطها على فكرة اهي. خلاص احنا كده الصوص عندنا جاهزة تمام التمام، الصوص بتاعتنا جهزت، هنشيلها بقى ونبتدي نجهز في السلطة الرائعة بتاعتنا. يا جماعة بجد طعمها حلو جدا، عملتها في عزومة يعني خلصت اول حاجة رهيبة. هنقطع دلوقتي المشروم اللي عندنا، طبعا ما ينفعش نستعمل مشروم علب في الوصفة دي ابدا، لازم مشروم فريش. عندنا هنا البرتقان عملناه يعني شلنا منه القشر اللي بيبقى في الفص ده وعملناه كده فيليهات زي ما انتم شايفين، من غير بس اللحمه بتاعت البرتقان اللي جوه، يعني اللحمه بس من غير الابيض اللي بيبقى بره حامي كل فص. تمام هناخد بقى دلوقتي عندنا كمان الذرة، هنحط الذرة كده هنا، عندنا السبانخ، لذيذة قوي يا جماعة والله، يعني لو جربتوها حاجة كده وبالذات في العزومات بقى كمان بتتألق، لأن كله هيدوقها محدش هيبقى عارف ايه الطبقة اللي فوق دي، فكله هيقول ايه اللي فوق ده، ايه الطبقة دي، ايه طعمها ايه، محدش هيتخيل بقى ان هي فيها بانكو وفيها بارميجان وفيها بندق، يعني حاجة كده لذيذة قوي كده. تمام ناخد بقى اخر حاجة عندنا البنجر، قطعوه كده مكعبات مثلا وتبقى كده مش صغيرة قوي، يعني خلوها باينة. طبعا البنجر مسلوق، بس هحط كمان واحدة وخلاص. لونه يجنن البنجر، مش معقول قد ايه لونه بيبقى جميل. يلا هنقلب الكلام ده كله مع بعضه كده ونروح على الطبق بتاعنا، نحط السلطة. يلا تمام كده، هنجيب بقى دلوقتي البرتقال بتاعنا ونحطه كده، وزعوه بقى زي ما انتوا عايزين هنا وهناك. وهنجيب جميل قوي على فكرة البرتقال لما بيكده، هنجيب بقى التحفة بتاعتنا دي اللي بتتحط على الوش وهنحطها كده هنا.
تمام. وهناخد الصوص بتاعتنا وهنحطها هنا وكده. نبقى خلصنا معاكم وصفتنا للنهارده. عملنا معاكم وصفات، بتمنى انها تكون عجبتكم. عملنا معاكم سلطه لذيذه قوي 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 قوي، واللي هياكلها هيبقى مش عارف هو بياكل ايه، يعني هيبقى محتار من التوبينج ومن الحاجات اللذيذه اللي فيها. وعملنا كمان معاكم مكرونه مكسيكي لذيذه جدا، نكهتها كده حلوه وغريبه وتغيير عن اللي احنا متعودين دايما نعمله. حطينا لها لحمه مفرومه وصلصه وفلفل حراق، وحطينا كمان معاها فاصوليا حمراء، وحطينا معاها كمون وكزبره وزعتر وبابريكا اللي هم يعني التوابل الرئيسيه اللي معروفه لل أكل المكسيكي. كمان عملنا معاكو الدوناتس بحشوة الكاسترد، برضو لذيذ قوي، وزي ما انتم شايفين كده طلع هش جدا وحشيناه بالكاسترد. والكاسترد زي ما قلنا بتقدروا تحطوه يعني انتوا تعملوه، أو تجيبوه باودر جاهز زي ما تحبوا، بس طبعا لو عملتوه انتوا بيبقى فريش أكتر وطعمه أحلى. الوصفات بتاعتنا كلها هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا كمان شوية، واللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة. عندنا إعادتين، إعادة الساعة 1 بالليل وإعادة الساعة 8 برضو بالليل. شكرا لمتابعتكم، بشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة، وصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي.